السلام عليكم. نحن الآن في بحيرة إفني الواقعة في جامعة تبقال إقليم تارودانت. أول مرة كنجي لهذا المكان هذا صراحة. تبقال المكان جميل جدا، في عظمة الله عز وجل. بحيرة إفني مع الجبال، ونحن في واحد المنطقة اللي معروفة بالأطلس الكبير، اللي معروف بأكبر قمة اللي ما كتباتش عندنا بزاف هنا، قمة جبل تبقال كأعلى قمة. هذا المكان تبارك الله رائع جدا، رائع جدا رائع. كننصح جميع المغاربة، جميع اللي عنده استطاعة أنه يجي لهنا إن شاء الله تعالى، باش نشجعوا السياحة الداخلية ديالنا، وباش نكتشفوا مغربنا الحبيب الجميل. فدعوتي جميع المغاربة يعني تشجيعا لهذه السياحة، وفي نفس الوقت كنروحوا لأنفسنا من هموم الدنيا والهموم ديال المدينة إلى ساعة الجبال والبحيرات، الراحة والهدوء والطمأنينة والسعادة. فكنقول لجميع المغاربة وجميع اللي عنده استطاعة أنه يجي لهاد المناطق، ما يخلعكمش الجبال العلو ديالو، ولكن الحمد لله هاد الجماعة ديال تبقال على الأقل لهاد البحيرة وفرات واحد المسلك طبيعي، مسلك يعني ما فيش وعور التضاريس ولله الحمد، يعني مسلك ساهل انه يعني الانسان يوصل له، لا لمن كانت له الاستطاعه البدنيه وحتى اللي ما كانش عنده الاستطاعه البدنيه. فدعوتي المغاربه نزوروا مناطقنا الخلابه في مغربنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على نبينا مصطفى. كنشكركم كمنبر ديال الاشواق على النقل المباشر ديال هاد الخرجه هذه. الحمد لله كمستفيد فهاد الخرجه اللي مشينا فيها كما كتشوفوا البحيره إفني، كانت الخرجه ممتعه، ورغم انها كاين فيها شويه تعب، ولكن في الاخر كنشوفوا واحد المنظر بانورامي، منظر جميل، وكتستحضر عظمه الخالق فهاد الجبال هادو فهاد المناظر الطبيعيه. وكنشكروا ساكنه المنطقه على حفاوه الاستقبال، والمغرب ديالنا هذا هو باش معروف بالكرم ديالو وبالجمال ديالو. الطريق شويه متوسطه الصعوبه الحمد لله مقارنه مع 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 جبال اخرين، ولكن الحمد لله يعني كانت شويه تعب بالنسبه للناس اللي مع لاول مره، ولكن اللي متمرس في صعود الجبال الحمد لله كيصيبها سهله. والرسالة ديالنا احنا هي اننا نعترفوا بالجمالية ديال البلاد ديالنا، نشوفوا ان بلادنا راه فيها مجموعه ديال الموارد الطبيعيه اللي خاصها تنمى. رسالتي ان الدوله انها خاصها تهتم بهذه المناطق، تفك عليهم العزله، لان فيهم مجموعه ديال الموارد السياحيه اللي خاصها تشاف، خاصها تعطاها قيمتها، اللي خاصها توصل للناس باش يجيو يشوفوها لتشجيع السياحه الداخليه، ولما لا حتى السياحه العالميه انهم يتعرفوا على مثل هذه المناطق هادو.
السلام عليكم، انا رشيد ايتهموم. مشرفت لكم. كاين الرحله من ايتيغرن هنا؟ لا لا زوينه، حتى هاد الشباب هادو حتى غاديين بالريتم زوين، ماشي شي حاجه تقول سخفان ولا شي حاجه، غاديين مزيانين. وهاد الدراري حتى هما مزيانين. وكاين شي ساعه ولا قل على حسب المشيه ديال الناس، ماشي شي حاجه صعيبه ولا. كاين الطريق عاوتاني مزيان واسعه شويه طلع اللي كاينه من تحت هي اللي كاينه، والدراري حتى هما مزيانين. حنا اللي كنقدو كنحيدو له حجر، كنحيدو شي حاجه الا طاحت شي حاجه تحبسات على حساب البغال على حساب الندم على حساب. حنا اللي كنخدمو فيها نقدوها كلشي كلشي، كاين من المغرب من طنجه حتى للكويره كلشي، من الخارج من اوروبا من اسيا كلشي عطا الله الناس. غير شويه خاصه شويه الطريق تصيب من الفيلاج لهنا حيت صعيبه شويه، كانوا صايبوها ودابا خسرت. كنشكرهم كنشكر الناس اللي مسؤولين، كنشكرهم كلشي الحمد لله. كاين كل شي حاجه كلشي موجود الحمد لله. الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.